على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، هكذا تتواصل التحديات، تتواصل الإثارة. تذكيرنا بالتوقيت الأفضل، شواهين نايد بن مسلم بالزفنة، 6 دقائق 20 ثانية صاحبت أول شوات الشوط الرئيسي الأول للمحليات. على صايل شوطنا الثاني ذهب مع أيضا قرام سالم بن محمد بن أحمد العامري، أيضا سجل التوقيت مميز 6 دقائق 28 ثانية. وكان الشوط الثالث مع أيضا شعار محمد بن سهيل بن عويضان العامري ومع العابر 6 دقائق 29 ثانية. مسار حضرة في شوطنا الماضي حمد بن سعيد بالحب العامري 6 دقائق 26 ثانية. أيضا جولتنا الثانية وشوط المحليات الأسايل البكار نسير مع مقدمة هذا الشوط، والبداية لمسة صالح بن حميد بن محمد الحجري على مقدمة الشوط. المركز الثاني تتواجد والقادمة الشاهنية سلطان بن عامر بن سعيد العويسي، وصلت على المركز الثاني قادمة بقوة. أما المركز الثالث ثالث المراكز تتواجد مشاهدينا الكرام والحاضر الشواهين، راشد بن خميس القويس السويدي انضمت على المركز الثالث، وصل بومايد المركز الرابع. رابع المراكز تتواجد مرموقة لسيد سالم بن غريب بن راشد الكتبي على المركز الرابع في هذه اللحظة. المركز الخامس القادمة مشاهدينا الكرام روعة محمد بن علي بن سعيد الكتبي تتواجد على المركز الخامس. أما المركز السادس سادس المراكز القادمة المتواجدة اللي هي العفير لسيد حمد بن عبيد بن زفنة الكتبي يقدم لنا العفير. هكذا الست المراكز الأولى، عودتنا إلى مقدمة الشوط، إلى البداية، إلى الصدارة، إلى المركز الأول والتحدي الأول. الشاهنية من قيرت من سيطرت على المركز الأول بدأت تقود الصدارة. سلطان بن عامر بن سعيد العويسي يقدم لنا حضور شواهين القادمة على المركز الأول، المسيطرة بهذا الحضور وبهذا الأداء الجميل، مسيطرة سيطرة جميلة وسيطرة مميزة على القيادة الأولى وعلى البداية. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني ثاني المراكز التقدم والوصول من لمسة على المركز الثاني صالح بن أحمد
حميد بن محمد الحجري يقدم لنا لمسة في المركز الثاني. المركز الثالث القادمة بقوة الواصلة على المركز الثالث بهذه اللحظة لسيد راشد بن خميس الغويص يقدم لنا تواجدي وحضور شواهين. المركز الرابع وصل أبو مسلم، وصلت شواهين مسلم بالنائذ بالزفنة بن مسلم العامري بنايد يقدم حضوره على المركز أيضا على المركز الثالث. راعي سودة متواجد أما المركز الخامس القادمة والمتواجد قلا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والمركز السادس اللي هي العفير قادمة لسيد حمد بن عبيد بالزفنة. وصلت إذن الأسماء القادمة جوهرة، الجوهرة انضمت إلى المعركة ومنافسة هذا الشوط محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ولكن قيادة الشوط والتغيير على البداية على المقدمة على المركز الأول، سيطرت على قيادة الشوط، سيطرت على المركز الأول، راحت انطلقت على البداية شواهين أخرى حيث أن شواهين كانت الحاضرة في الشوط الرئيسي للمحليات وسجلت التوقيت الأفضل. أيضا تاتي شاهد شواهين أخرى أيضا في الشوط الثاني للمحليات الأصايل تسجل حضورها، تسجل تواجدها، تسجل لنا أيضا هذا الحضور المشرف مسلم بالزفنة بن مسلم العامري. سلام زاخر سلامي على هذا الأداء الجميل لتقدمه مشاهدي الكرام شواهين المركز الثاني لسيد سلطان بن عامر بن سعيد العويسي، ولكن خلاص شواهين هي نجمة هذا الشوط، شواهين بطلة هذا الشوط. تهانينا والناموس لسيد مسلم بالزفنة بن مسلم العامري على فوز شواهين بهذا الشوط، تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار. المركز الثاني مشاهدي الكرام لسيد سلطان بن عامر بن سعيد، المركز الثالث وصلت فيه مشاهدي الكرام الضبي راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، والمركز مشاهدينا الكرام المركز الثالث، اما المركز الرابع لسيد محمد بن عتيق بن زيتون، والمركز اللي وصلت على المركز الخامس تحمل رقم 9 لسيد سيف بن مسفر الراشد العميمي، والمركز السادس مع الكرار. نعود ونهني مسلم بالزفنة بن مسلم العامري على فوز شواهين بهذا الشوط، 6 دقائق 31 ثانية بينما من أتت على المركز الثاني لتحمل رقم 25 الشاهنية سلطان بن عامر بن سعيد العويسي. تهانينا والناموس للفائزين.